بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم طلاب الفرقة الثالثة كلية تجارة جامعة كفر الشيخ في مادة محاسبة ضريبية 1. دي المحاضرة الرابعة يوم الأربعاء الموافق 22/4/2020، ومعاكم دكتورة هالة العلي. الحقيقة النهاردة بنتكلم في موضوع تاني من موضوعات المحاسبة الضريبية، واللي احنا بنسميه إيرادات المهن غير التجارية، أو بيكون مصطلح أو معروف على المصطلح ده أنها المهن الحرة. هنبدأ نتعرف على إيه هي أول حاجة خصائص إيرادات المهن غير التجارية. لو حضرتك فاكر، إحنا من أول محاضرة قلنا أن الإيرادات بتاعة الضرائب ممكن تتقسم لأكتر من نوع: إيرادات مصدرها رأس المال، وخدنا مثال عليها الثروة العقارية، وإيرادات مصدرها العمل. ومن ضمن الضرائب دي هم ضريبتين، منهم المهن غير التجارية أو المهن الحرة، والضريبة على المرتبات. يبقى أول حاجة في خصائص إيرادات المهن غير التجارية إن العمل هو العنصر الأساسي لتحقيق الإيراد. والحاجة التانية إن بتقوم الإيرادات دي أساسا على خدمة أفراد المجتمع، لأن أصحاب المهن دي بيقدموا خدماتهم من خلال خبرتهم اللي اكتسبوها، ومن خلال دراستهم وممارستهم العملية بيقدموها مقابل أتعاب. أنا عندي مثلا المحاسب بيبدأ يفتح المكتب بتاعه، بيقدم مجموعة من الخدمات، الخدمة اللي بيقدمها بياخد لقائها أتعاب. نفس الكلام ده بالنسبة للمحامي، بالنسبة للمهندس، بالنسبة للدكتور. هذه المهن كلها بيشترط فيها ثلاث حاجات: بيشترط فيها ان يكون عندي تأهيل علمي، فعادة انا راجل مؤهل علميا حاصل على بكالوريوس او ليسانس، ثم تأهيل عملي لان المهن دي بتشترط ان تكون هناك فترة من التدريب، ثم القيد في النقابة. الحاجة الرابعة كمان انها بتعتبر من الاعمال المدنية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السمة الغالبة على النشاط بتاعي ان انا بقدم خدمة، وهذه الخدمة غالبا مش مسبوقة بعملية شراء وبيع، او هي مش عمل تجاري. فاذا اتسع نطاق الاعمال التجارية فبيفقد صفته المدنية وبيصبح عمل تجاري. الكلام ده عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان الصيدلي بالرغم ان هو حاصل على تأهيل علمي وعنده تأهيل عملي قبل ما يبدأ يباشر النشاط وهو عضو في نقابة، وبالرغم من كده ان السمة الغالبة على العمل بتاعه هو العمل التجاري، انا بشتري وببيع وما بيظهرش عندي الناحية العلمية في تركيب أدوية إلى غيره، دي السمة الغالبة، وبالتالي الطبيب أو الدكتور الصيدلي بيخضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وليس المهن غير التجارية. الحاجة الأخيرة، لما باجي أقيس الإيرادات بتاعتي أنا بستخدم الأساس النقدي، وده عكسنا في المحاسبة. لما كنا بنشتغل على أساس الاستحقاق. السمة الغالبة عندي هي الأساس النقدي بالنسبة للإيرادات بلا استثناء. يعني إيه؟ يعني الإيرادات اللي أنا بحصلها السنة دي، سواء كانت بتخص السنة دي أو هي مقدم أتعاب لسنة جاية، أو فلوس كانت مستحقة على حد من العملاء من السنة اللي فاتت، طالما إنه تم تحصيلها السنة دي فهي تخضع للضريبة. أما بالنسبة للمصروفات، فالحقيقة أنا عندي كل المصروفات بخصمها على الأساس النقدي ما عدا عنصرين، هما الإهلاك والإيجار، دول بيكونوا على أساس الاستحقاق. تاني، هي إيه خصائص إيرادات المهن غير التجارية؟ أول حاجة أن العمل هو العنصر الأساسي لتحقق الإيراد، بتقوم على أساس أن أنا بخدم أفراد المجتمع مقابل أتعاب، بتحتاج لتأهيل علمي وعملي لصاحبها وأن أنا أكون عضو نقابة، بتعتبر من الأعمال المدنية لو غلب على عمل بتاعي الصفة التجارية فهو بيخضع للضريبة على الأرباح التجارية الصناعية وليست المهن غير التجارية. صافي الإيراد الأصل إن أنا بقيسه على الأساس النقدي. الكلام ده بينطبق على الإيرادات في كل صورها، ما عنديش استثناء. أما بالنسبة للمصروفات، فكل المصروفات ما عدا الإهلاك والإيجار بتحاسب معاهم على أساس الاستحقاق وليس الأساس النقدي. طيب، أنا عندي شروط عشان سريان الضريبة، عشان أبدأ أحاسبك على الضريبة على المهن غير التجارية. هو إيه شروط السريان؟ أول حاجة
قال ان انا بباشر المهنة على وجه الاستقلال. والحقيقة دي من ضمن الحاجات اللي بتميز ما بين الضريبة على المهن غير التجارية والضريبة على المرتبات. في الضريبة على المرتبات انا بكون بصورة تابع او انا مش صاحب الشغل، حتى لو بشتغل مع جهة حكومية انا لست صاحب العمل. لكن المرة دي في المهن غير التجارية الاصل في التعامل ان انت تباشر المهنة على وجه الاستقلال. يعني ايه؟ يعني انا ما عنديش تبعية للغير، انا صاحب الشغل، انا بقوم بالعمل ده تحت مسؤوليتي الشخصية، انا ناتج العمل ده هيرجع على الممول نفسه مش على حد تاني. لو انا بمارس المهنة على وجه الاستقلال يبقى معنى كده ان هذا الايراد سوف يخضع للضريبة على المهن غير التجارية. الحاجة التانية، انا بزاول العمل فعلا، انا مش مجرد ان انا مقيد نفسي في النقابة وما بشتغلش، لان انا لو مقيد نفسي في النقابة وما بزاولش العمل فعلي فمعنى كده مش هبدأ احاسبك ومش هتبدأ تكون في ايرادات خاضعة للضريبة. لما اكون بشتغل بيتوفر عندي نية الكسب اللي هي بناء عليها بيخضعني للضريبة، لانه لو في جهة بتعمل بعض الاعمال وبتحقق منها برضو مكاسب ولكن ليس الهدف منها الكسب المادي فمعنى كده بيتم اعفائها. زي مثلا احنا عندنا الجمعيات الخيرية، الجمعيات الخيرية ممكن عشان تدعم النشاط الرئيسي، لو انا هفترض انها مثلا جمعية بتخدم مرضى السرطان ممكن يكون عندها بعض الانشطة اللي بتحقق لها ايراد عشان تستخدمها عشان تحقق الهدف الرئيسي بتاعها، بالرغم انه بيتحقق بعض الارباح ولكن هذه الارباح ليس الهدف منها هو نية الكسب وبالتالي بيتم اعفاء. انا بمارس المهنة على وجه الاعتياد او على وجه التكرار، انا بزاول المهنة او النشاط في جمهورية مصر العربية، بمعنى ان الايراد بيتحقق عندي في الداخل او لو تحقق في الخارج يشترط ان يكون المقر الرئيسي لعمل الممول في جمهورية مصر العربية. تاني، شروط سريان الضريبة، ان يزاول المهنة على وجه الاستقلال، ان يزاول المهنة بالفعل، ان تتوفر نية الكسب، ممارسة المهنة على وجه الاعتياد، مزاولة المهنة او النشاط الاصل في جمهورية مصر العربية بمعنى وجود المركز الرئيسي. وفي الحالة دي حتى لو تحققت ايرادات في الخارج فهذه الايرادات بتخضع للضريبة. لما يجي يقول لي هي ايه الايرادات الخاضعة للضريبة، ببدأ احدد في الاول الايرادات بصفة عامة ثم ادخل في التفاصيل. فمثلا بيقول لي هو صافي ايراد المهن غير التجارية، يبقى معنى كده ان كل ايراد هيتحقق نتيجة مباشرة النشاط الرئيسي فهو يخضع للضريبة. ثم الدخل الذي يحصل عليه اصحاب حقوق الملكية الفكرية اللي هم حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية أو الأدبية أو العلمية، كل الكلام ده بيدخل ضمن الضريبة على إيرادات المهن غير التجارية. حاجة التالتة كمان دايما بيسمي إيرادات المهن غير التجارية هي إيرادات القانون العام. الكلام ده بيعني بالنسبة لي إن أي إيراد أنا مش قادرة صنفه، مش قادرة أقول ده ثروة عقارية، او مش قادرة اقول ده مرتبات، او مش قادرة اقول ده ارباح تجارية وصناعية، بيخضع للضريبة على المهن غير التجارية. امثلة لكده مثلا انا لو عندي بيت وبأجر الحيطة بتاعت البيت ده عشان يتحط فيها اعلانات، انا مش قادرة اصنف الايراد ده يخضع ليه فبدخله مهن غير تجارية. انا برشد عن احدى جرائم التهرب الضريبي فباخد مكافأة، المكافأة دي أنا مش عارفة صنفها وديها فين فبتدخل على المهن غير التجارية. هفكرك تاني أن بصفة عامة هو إيه الإيرادات اللي بتخضع للضريبة؟ الإيرادات الناتجة عن مباشرة النشاط نفسه، الدخل اللي بيحصل عليه أصحاب حقوق الملكية الفكرية سواء كانت أعمال فنية أو أدبية أو علمية، الحاجة اللي بعد كده اللي هي الإيرادات الناتجة عن مزاولة نشاط غير منصوص عليه في إحدى الضرائب، لا هو ثروة عقارية ولا هو مرتبات ولا أرباح تجارية وصناعية، بيخضع للمهن غير التجارية. طيب هنبدأ ندخل بقى في تفصيل إيه هو الإيراد اللي بيخضع للضريبة. فبيقول أنا عندي الإيرادات، ولو هنفتكر مع بعض أول حاجة في الإيرادات إحنا قلنا الإيراد الناتج عن مزاولة المهنة،
هو انا عندي شروط في الايراد ده؟ ايوه انا عندي مجموعه من الشروط هي الايرادات اللي بيتم تحصيلها فعلا، لان احنا اتفقنا ان احنا بنشتغل على الاساس النقدي اللي بيحققه الممول خلال السنه. مره تانية، هذا الايراد قد يخص العام الحالي، وقد يكون مقدم اتعاب لسنه جايه، وقد يكون مبالغ مستحقة على العملاء من سنين فاتت. طالما انه تم تحصيله خلال السنة فهذا الايراد سوف يخضع للضريبة. الحاجة التانية، هذا الايراد مرة تانية قد يكون محقق في جمهورية مصر العربية، وقد يتحقق في الخارج بشرط ان يكون المركز الرئيسي عندي في مصر. الحاجة التانية، ان الايرادات تدرج بالاجمالي وليس بالصافي. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا ممكن كدكتور بكشف مثلا على العاملين باحدى الشركات، لما بيجي يديني الفلوس هو بيدهاني بالصافي، حضرتك قبل ما تحطها في الكشف بتحولها للمبلغ بالاجمالي. تاني، انا عندي اساس نقدي، فالمبالغ اللي اتحصلت خلال السنة، انا عندي الايراد اللي بيتحقق داخل جمهورية مصر العربية او في الخارج اذا كان النشاط او المركز الرئيسي عندي في مصر، ان انا حدرج الايرادات بالإجمالي. طب أنا عندي حاجة تانية بتخضع للضريبة، أنا عندي حاجة بسميها الأرباح الرأسمالية. هي إيه الأرباح الرأسمالية دي أو بتجيني منين؟ الحقيقة بنسميها عائد التصرف في أصل من الأصول الثابتة المستخدمة في مزاولة المهنة. أنا عندي عيادة، عندي جهاز معين قررت أن أنا أستبدله بجهاز أحدث فقمت بعته. لو كان المبلغ اللي اتحقق من البيع ده اكتر من التكلفة الدفترية لما اخصم منها مجمع الاهلاك، معنى كده ان هناك ربح رأسمالي، هذا الربح يخضع للضريبة. وبما ان الارباح الرأسمالية بتخضع للضريبة، فبنفس المنطق ان الخسائر الرأسمالية تعتبر احد عناصر التكاليف وجبة الخصم. كمان الحقيقة أنا عندي من ضمن الإيرادات اللي بتخضع للضريبة حاجة بسميها عائد نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة. هو نقل الخبرات ده بيجي منين؟ أنا بعمل تدريب، أنا بعمل استشارات، سواء كان لبعض مزاولي المهنة، يعني دايما بيبقى الخريج الجديد محتاج لفترة تدريب أو بعض الاستشارات بيحصل عليها، أو لأي جهة من الخارج. حاجة كمان اللي غير كده، الأحاديث التلفزيونية أو الإذاعية، بنشوف بعض البرامج بيجيب واحد محامي يرد عن استفسارات، بنجيب برامج فيها دكاترة بيتكلموا عن بعض الأمراض أو توعية صحية إلى آخره. الأتعاب ديت بتخضع للضريبة ولكن بشرط التكرار. تاني هنفكر بعض بالإيرادات اللي موجودة عندي والتي تخص النشاط الرئيسي أو الناتجة عن مزاولة المهنة. هتكون المبالغ المحصلة هتخضع بالإجمالي، الإيراد هيتحقق في جوه جمهورية مصر العربية أو في الخارج بشرط أن مصر تكون المركز الرئيسي. الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف أو بيع أو التعويض عن أصل من الأصول، ده لو كان أكتر من القيمة الدفترية. وزي ما اتفقنا بنفس المنطق أن الخسائر الرأسمالية تعتبر من التكاليف وجبة الخصم. عائد نقل الخبرات اللي هو ممكن يكون عن طريق التدريب، عن طريق الاستشارات، عن طريق احاديث تلفزيونية او اذاعية بشرط التكرار. طيب انا عندي دي عناصر التكاليف، دي عناصر الايرادات. لو ما اجي اتكلم عن التكاليف وجبة الخصم، الحقيقة القاعدة العامة بتقول ان انا عشان اخصم عناصر التكاليف ففي بعض العناصر هيكلمني عنها بشروط معينة. عشان أخصم التكاليف اللي حضرتك بتقولي عليها، لازم يكون الممول عنده دفاتر منتظمة، لازم تكون التكاليف دي لازمة لمزاولة النشاط مش مقابل منافع شخصية للممول بتاعي، إنها تكون حقيقية وتكون مؤيدة بالمستندات. السؤال، يا ترى كل التكاليف عندي مؤيدة بالمستندات؟ الحقيقة مش كلها. جرى العرف احيانا ان في بعض عناصر التكاليف انا بقدرش اجيب لها مستندات خارجية، زي الاكراميات، زي مصاريف الضيافة، زي المبالغ او الحاجات اللي انا بشتريها بمبالغ صغيرة، الجرايد، المجلات، في حاجة وسيلة نقل داخلية ما باخدش قبالها مستند. كل الكلام ده مصلحة الضرائب عارفاه.
وعارفه ان في بعض عناصر المصروفات انا مش هقدر ايدها بمستند خارجي، وبالتالي هي عملت لي قاعده لان انا اخصمها، بدل ما الممول يغالي في كميه هذه المبالغ فقالت انا هخصمها بالقاعده دي. يا المبلغ اللي انت بتقول دفعته يا اما 7% من اجمالي المصروفات العموميه المؤيده بالمستندات والمعتمده ضريبيا. الكلام ده معناه ببساطه ان انا لو عندي تكاليف مؤيده بالمستندات وغير مؤيده بالمستندات، انا ببدا الاول بالمؤيد بالمستندات وبجيب الاجمالي بتاعه. الخطوة التانية اللي غير مؤيد بالمستندات ده، يا إما المبلغ اللي أنا بقول إن أنا دفعته أو 7% من إجمالي المصروفات المؤيدة بالمستندات والمعتمدة ضريبيا الأقل هتخصمه مصلحة الضرائب. بدأ يقول لي إن التكاليف وجبة الخصم إحنا هنقسمها لجزئين. تكاليف وجبة الخصم بنص القانون، بمعنى إن قانون الضرائب نفسه حدد إيه المبالغ اللي أنا هخصمها. مثلا بدأ يقول لي رسوم القيد في النقابات باعتبار انها شرط، طب انا تأيد، يبقى رسوم الاشتراكات السنوية في النقابة، رسوم مزاولة المهنة، الضرائب اللي بيأديها الممول بمناسبة مزاولة المهنة ما عدا الضريبة على ايرادات المهن غير التجارية. ليه؟ مش معقول ان انا ما دفعتش الضريبة في السنة اللي فاتت اقوم ان انا اعتبرها من ضمن التكاليف وجبة الخصم. الحاجة التانية أن هذه الضريبة أنا بدفعها لما بوصل لصافي الإيراد وليس من التكاليف أو لا تعتبر من التكاليف وجبة الخصم. طيب الحاجة المهمة قوي هنا عندي، في عندي بندين بيتحسبوا مع بعض، المبالغ اللي أنا بدفعها للنقابة عشان أحصل على معاش إضافي أو معاشات خاصة غير المعاش بتاعي، الحاجة التانية أقساط التأمين على حياة الممول أو التأمين الصحي اللي بيعمله الممول لصالحه أو لصالح زوجته أو لصالح أولاده القصر. هذا الكلام على سبيل الحصر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أنا مأمن على حياتي لصالح والدتي، معنى كده أن هذا المبلغ لن تعتبر مصلحة الضرائب أنه من التكاليف وجبة الخصم. تاني، التكاليف وجبة الخصم بالنسبة للتأمين الصحي والتأمين على الحياة بيكون الممول عامله لمصلحته أو لصالحه أو زوجته أو أولاده القصر، وهذا على سبيل الحصر وليس المثال. الرقمين دول بيتجمعوا مع بعض وهي مبالغ سنوية، الاتنين بيتجمعوا مع بعض، يا إما المبلغ اللي أنا دفعته أو 3000 جنيه، أيهما أقل؟ ولكن بيشترط هنا ان الممول يكون بيمسك دفاتر منتظم. طيب لو جيت بعد كده اشوف انا عندي اقساط الاهلاك، واحنا اتفقنا ان كل المصروفات على اساس نقدي ما عدا الاهلاك وما عدا الايجار، فجينا في قانون الضرائب وقال ان انا بخصم اقساط الاهلاك على اساس الاستحقاق، وحضرتك لما تيجي في سنة رابعة هتعرف ان هناك طرق مختلفة لمعالجة الإهلاك ضريبيا مختلفة تماما عما اعتدناه كمحاسبين. عندي حاجة تانية بنسميها تكاليف وجبة الخصم وفقا للعرف أو بمقتضى العرف. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما نصش قانون الضرائب على كل التكاليف، لكن حط لي قاعدة عامة إن التكاليف تكون لازمة لمزاولة النشاط، انها تكون حقيقية، انها تكون مؤيدة بالمستندات، وان الممول بيمسك دفاتر منتظم. طيب لو جينا بعد كده هو في تكاليف بمقتضى العرف؟ قال لي زي، هندي بعض الامثلة كده زي ايه. فقال مثلا انا عندي الايجار، الايجار ده بيكون وفقا لاساس الاستحقاق. طب بعمل ايه؟ انا بشوف عقود الايجار وايصالات السداد اللي هو بيدفعها لو هو بيأجر مثلا المقر بتاعه. أجور المساعدين، يعني أنا مش معقول بشتغل لوحدي لكن معايا ناس بتساعدني جوه المكتب أو جوه العيادة إلى آخره، الكلام ده مفروض المبالغ اللي هما بياخدوها بتعتبر من التكاليف وجبة الخصم واللازمة لمزاولة النشاط. طيب عندي مشكلة تانية بتكون لو الممول بيستخدم واحد من قرايبه، يعني انا بستخدم ابني بيساعدني في المكتب او في العيادة الى اخره. مصلحة الضرائب بتشترط عشان تخصم المرتبات بتاعتهم ان هو يعمل يكون في حاجتين،
الحاجة الأولانية إن هو بيزاول عمل فعلي، مش مجرد إن أنا حاطة إن أنا بديله مبلغ وهو ملوش وظيفة فعلية عندي. الحاجة التانية إن يكون مرتبه في حدود مرتب المثل. حضرتك تديله فلوس زي ما أنت عايز، ولكن في الآخر مصلحة الضرائب بيهمها إن المرتب ده لا يجاوز مرتب المثل. أي مبالغ حضرتك بتدفعها وبتكون هذه المبالغ من ضمن الحاجات اللازمة للعيادة، كهرباء، مية، غاز، تليفون، أي حاجة أنت بتستخدمها، مصروفات التأسيس بتسمح لك أن أنت تستهلكها عادة على فترة بتتراوح من 3 لـ5 سنين. عندي مشكلة دايما بنسميها المصروفات المشتركة. يعني إيه المصروفات المشتركة؟ يعني أنا عندي عربية أو سيارة أنا بستخدمها مثلا في أغراض الشغل بتاعتي والأغراض الخاصة. أنا عندي التليفون اللي موجود مثلا في العيادة أنا بستخدمه عشان شغلي وبستخدمه في الأغراض الخاصة. أنا رحت حضرت مؤتمر فخلصت المؤتمر وفي جزء منه أنا قعدته عندي. هذه التكليف المشتركة عندي القاعدة بتاعتها بتقول إذا قدرت مصلحة الضرائب أنها تحدد نسبة الاستخدام الشخصي فأنا هلتزم بيه. هتقولي الاستخدام الشخصي ده 20%، 50%، أنا هلتزم بالنسبة اللي هي محددة. إذا ما قالت ليش نسبة معينة فجرى العرف على أن يستبعد التلت مقابل الاستخدام الشخصي. طيب أنا دلوقتي قدرت أحدد الإيرادات، قدرت أخصم منها التكاليف سواء كانت بمقتضى القانون أو بمقتضى العرف. وصلت إن أنا لما خصمت التكاليف من الإيرادات وصلت الرقم بسميه صافي الإيراد. لما بوصل لصافي الإيراد إذا كنت بمسك دفاتر منتظمة فأنا بخصم حاجات، وإذا كنت ما بخصمش أو ما بمسكش دفاتر منتظمة فأنا بخصم حاجات تانية خالص. لو أنا قلت إن أنا بمسك دفاتر منتظمة فأنا بدور على 4 حاجات: تبرعات لجهات حكومية، ودي أنا بخصمها بالكامل طالما إنها مش هتزيد عن رقم صافي الإيراد، عشان كده أنا عايز أوصل لصافي الإيراد الأول. تبرعات لجهات خيرية مصرية مشهرة، المبلغ اللي أنا دفعته أو 10% من صافي الإيراد. الحاجة اللي بعد كده المبالغ اللي أنا بدفعها للنقابة، لو حضرتك فاكر، مقابل معاشات خاصة أو أقساط التأمين على حياة الممول أو التأمين الصحي لصالح الممول أو زوجته أو أولاده القصر، واتفقنا أن ده بيكون على سبيل الحصر وليس المثال. المبلغ اللي بيدفع أو 3000 جنيه أيهما أقل، بشرط أن الممول بيمسك دفاتر منتظم. الحاجة الرابعة أنا ممكن أرحل الخسائر بشرط أن الممول بيمسك دفاتر منتظمة، وهرحل للأمام بحد أقصى 5 سنين. تاني، أنا عندي في مبالغ أنا بدور عليها عشان أخصمها ومش هخصمها لما أوصل لصافي الربح، منها تبرعات لجهات حكومية، تبرعات لجهات خيرية مصرية مشهرة، مبالغ هأديها للنقابة أو أقساط تأمين على الحياة وتأمين صحي بشرط أن يكون ذلك لصالح الممول أو زوجته أو أولاده القصر على سبيل الحصر وليس المثال. هذا في حالة أن الممول بيمسك دفاتر منتظم. خسائر هرحلها بشرط أنه يمسك دفاتر منتظمة، والترحيل بيكون 5 سنوات للأمام. طيب لو جينا هنا أشوف مصلحة الضرائب ادتني طريقة التعامل عشان تسهل للممول ان هو يتحاسب في المهن غير التجارية. انا ببدأ بايه؟ انا ببدأ بالايرادات الخاضعة للضريبة. ببدأ اكتب كل بند من بنود الايراد وقيمته في خانة الجزء. خلصت كل الايرادات الخاضعة للضريبة ببدأ اجمعها وبتطلع في رقم واحد للكل وبسميها ده اجمالي الايراد السنة. نيجي بعد كده انا ببدأ اكتب التكاليف. التكاليف ده لو الممول بيمسك دفاتر منتظمة هخلي بالي ان انا بكتب كل التكاليف اللازمة لتحقيق الايراد، مع ملاحظة ان الاهلاك والايجار بحسبهم على اساس الاستحقاق، اما باقي عناصر التكاليف فكلها على الاساس النقدي. بكتبها تفصيليا اذا كان الممول بيمسك دفاتر منتظمة، وبجمع كل التكاليف وبيصبح عندي الرقم الإجمالي بتاعها بخصمه من إجمالي الإيرادات عشان يديني حاجة بسميها
صافي إيراد سنوي. لو أنا ما بمسكش دفاتر منتظمة مش هكتب بنود التكاليف بالتفصيل، ولكن أنا وصلت الإجمالي الإيرادات وطلعت لها رقم إجمالي، باجي بعد كده بعمل إيه؟ باخد الرقم الإجمالي ده بضربه في 10% من إجمالي الإيراد السنوي المعتمد ضريبيا عشان بحسب خصم التكاليف حكمي. يعني إيه حكمي؟ يعني الكلام ده بنص القانون، بدل ما هقعد أشوف التكاليف اللي حضرتك دفعتها واحد واحد كده، أنا بروح خصمها كلها بما يعادل أو خصمة من إجمالي الإيرادات المعتمدة ضريبيا 10% عشان تمثل لي كل التكاليف. أيا كانت الطريقة اللي أنا هستخدمها، سواء كان الممول بيمسك أو ما بيمسكش دفاتر منتظمة، أنا وصلت لصافي الإيراد السنوي. صافي الإيراد السنوي ده معناه أن أنا هدور على الأربع حاجات اللي احنا اتفقنا عليهم، اللي هم تبرعات لجهات حكومية بخصمها بالكامل بشرط أنها ما تزيدش عن صافي الإيراد، تبرعات لجهات خيرية مصرية مشهرة يا المبلغ اللي اتدفع يا 10% أيهما أقل، مبالغ هتتسدد للنقابة مقابل معاش إضافي وتأمين صحي وتأمين على الحياة يا المبلغ اللي اتدفع يا إما 3000 جنيه أيهما أقل بشرط أنه بيمسك دفاتر منتظمة، خسائر مرحلة هرحل لخمس سنين بشرط أنه بيمسك دفاتر منتظمة. الكلام ده هيوصل في الآخر لو أنا خصمت الأربع حاجات، طبعا مش لازم الاقيهم الاربع، اللي هلاقيه منهم هخصمه عشان يديني حاجه بسميها صافي الايراد الخاضع للضريبه. طيب لو احنا جبنا مثال، طبعا اول مثال بنختاره بيبقى مثال بسيط. قبل ما ندخل للمثال، طب لو انا ما بمسكش دفاتر منتظمه ايه المشكله؟ انا بشوف الايرادات واحد واحد كده، المبالغ اللي هتوافق عليها مصلحه الضرائب بطلع لها الاجمالي زي ما اتفقنا، ما بشوفش بنود التكاليف بند بند، ولكن باخد اجمالي الايراد اللي وافقت عليه مصلحة الضرائب واضربه في 10%، ده بيمثل لي التكاليف. لو خصمت التكاليف دي من الايرادات هيديني حاجة اسمها صافي الايراد السنوي. المرة دي لما اوصل له انا مش هخصم الاربع بنود، انا هخصم منهم اتنين بس، هخصم تبرعات لجهات حكومية وهخصم تبرعات لجهات خيرية مصرية مشهرة. أما التأمين والمبالغ اللي أنا بدفعها للنقابات وترحيل الخسائر، فالاتنين بيشترطوا أن الممول يكون بيمسك دفاتر منتظم. هناخد مثال هو مدهولنا وهنحاول نشوف إحنا إزاي بنطبق الكلام ده. ده مثال مرة دي تطبيق مباشر، المرة الجاية وهي هتبقى آخر محاضرة هيبقى تطبيق في مثال شامل وبعض العبارات الصح والغلط، نشوف احنا بنتعامل ازاي مع المهن غير التجارية. طيب المثال بتاعنا هو مثال بسيط، هنبدأ نقرأ بسرعة كده. بيقول فيما يلي البيانات المتعلقة بأحد المحاسبين اللي بيزاول المهنة بتاعه في مكتبه، الكلام ده عن سنة 2019. هيبدأ يديني الإيرادات وهيديني المصروفات أو التكاليف اللي هو دفعها. إحنا هنتفق قبل ما نقرأ إن أنا يهمني المبالغ التي حصلت فعلا، سواء اتحققت في مصر أو خارج مصر إذا كان المقر الرئيسي عنده جمهورية مصر العربية. الحاجة التانية أنا هدخل المبالغ دي بالإجمالي. طيب بص معايا كده وإحنا بنتكلم وحايزين وإحنا بنكتب البيانات بتاعتي ان انا اخلي بالي كويس، دي المصروفات اللي هو دفعها، وبعدين لو انا جيت اقرا المصروفات دي كده هقراها بعناية وهشوف يا ترى فيها مصروفات انا مش قادر اقيدها بمستندات. الحقيقة دي هنكتبها لحضرتك وهنكتب لك التفاصيل بتاعتها في الداخل، لكن بما ان ده اول مثال فانا مش محتاجة، انا يهمني ان حضرتك بس تعرف شكل القائمة هتتعامل ازاي. لو انا جيت قريت في المصروفات هلاقي في جزء منها انا هستخدمه لكن لما اوصل لصافي الايراد، فانا حطاه بالخط الاحمر عشان نعرف ان هذا المصروف مش هيكسب في المرحلة الاولانية، ولكن انا هبدأ استخدمه لما اوصل لصافي الايراد. اللي هم ايه؟ لو انا بمسك دفاتر منتظمة فانا عايز اشوف التبرعات لجهات حكومية
تبرعات لجهات خيرية مصرية مشهرة، دول اللي أنا هسمح بخصمهم سواء المبلغ كله أو بنسب معينة، الاشتراكات بتاعة النقابة، التأمين الصحي أو التأمين على الحياة لو في خسائر مرحلة. فلو احنا بنقرأ الجزء ده، أنا عندي 200 جنيه اشتراك في النقابة مقابل معاش، ده هيتأجل لغاية ما أوصل لصف الإرادة. أقساط تأمين على حياة الممول لصالح أولاده القصر، ده هيتأجل لما أوصل لصف الإرادة. التبرعات اللي عندي سواء كانت تبرعات لحكومية لجهات حكومية أو لجهات خيرية مصرية مشهرة، الكلام ده معناه ان انا لو تبرعت لجهة اجنبية لن تعتبر من تكاليف وجبة الخصم. تبرعت لفقراء في الحي مش هتعتبر من تكاليف وجبة الخصم، لان الحقيقة مش هقدر اثبتها. حاجة اللي بعد كده لقيت فيه هنا اهلاك للاصول الثابتة، يبقى وانا باخد عناصر التكاليف قبل ما اوصل لرقم صافي الربح انا هاخد كل عناصر التكاليف. طب هو عايز مني، هو عايز مني احدد له صافي ايرادات المهن غير التجارية اللي هتدخل في وعاء الضريبة. وبما ان ده مثال توضيحي، فمرة لو الممول ده بيمسك دفاتر والمرة التانية لو ما بيمسكش. طب خلينا مع بعض كده نرجع مرة تانية للمثال. هو بدأ بعناصر الإيرادات، وحتى لو ما بدأش بيها الحقيقة أنا ببدأ بعناصر الإيرادات، وبلاحظ ان الإيرادات كلها بتكون على الأساس النقدي، ما عنديش استثناء. طيب لو أنا جيت أحل التمرين ده الحقيقة، فانا محتاجة افتكر الشكل اللي احنا قلنا ان مصلحة الضرائب حتى هنا اللي هو كان بيقول ايه. انا عندي اول حالة لو الممول بيمسك دفاتر منتظمة، عايز احط ايرادات ثم التكاليف، واطرح التكاليف من الايرادات، يقوم يديني صافي الايراد السنوي اللي هو بناء عليه انا بدور على اربع حاجات: تبرعات لجهات حكومية، تبرعات لجهات خيرية مصرية مشهرة، مبالغ التأمين على الحياة أو التأمين الصحي زائد مبالغ بتدفع للنقابات، أو لو في خسائر مرحلة. لازم ألاقي الأربعة الحقيقة، مش شرط اللي احنا هنلاقيه هنبدأ نكتبه. طب خليك معايا بقى كده، هو الممول اللي بيمسك دفاتر منتظمة، أنا كل الحكاية أن أنا ببدأ أشوف الإيرادات بتاعته بكتبها تفصيلية، أتعاب مراجعة الحسابات. الحقيقة الراجل ده محاسب، يبقى دي من ضمن الأتعاب الخاصة بمزاولة المهنة. وطالما أنه هو مش كاتب أن فيه أن أنا خفضت الإيرادات بتاعتي، أنا باخد الرقم اللي موجود في التمرين وحطه. أنا عندي أتعابي خلال السنة هي 12,000 جنيه. طيب بيقول أن كانت فيه مبالغ مستحقة من العام الماضي، يا ترى انا هعتبرها من ضمن الايرادات الخاضعة للضريبة؟ الحقيقة ايوة. ليه الكلام ده؟ لان احنا قلنا ان الاساس في التعامل هو الاساس النقدي. المبلغ اللي تم تحصيله في 2019 هيعتبر من ضمن الايرادات الخاضعة للضريبة. طيب بيقول ان انا عندي في عملية تمت، العملية دي كانت عبارة عن ايه؟ قال ان العملية دي عبارة عن ان انا سافرت للسعودية عشان اصمم نظام محاسبي لاحدى الشركات وخدت رقم. هذا الرقم يا ترى يخضع ولا ما يخضعش؟ الحقيقة هو هيخضع. ليه هيخضع؟ لانه هو قال لي ان المركز الرئيسي بتاعه في جمهورية مصر العربية. الكلام ده معناه ان المبالغ اللي اتحققت في الخارج سوف تعتبر احد عناصر الايرادات الخاضعة للضريبة، طالما ان المركز الرئيسي عنده في جمهورية مصر العربية. بنفس الطريقة انا هبدأ امشي مع الايرادات وبكتب تعليق صغير جنب كل واحد. انا في مقدم اتعاب مصدر انهاء منازعات ضريبية. يعني ايه مقدم اتعاب؟ يعني العملية دي انا ما عملتهاش، انا لسه هعملها بعدين. بالرغم ان العملية دي مش هعملها في سنة 2019، لكن احنا اتفقنا ان العبرة في الايرادات بالاساس النقدي، طالما ان انا حصلتها هتدخل ضمن الايرادات. ارباح بيع الاجهزة بالمكتب دي عبارة عن ارباح رأسمالية، واحنا اتفقنا ان الارباح الرأسمالية تعتبر احد العناصر الخاضعة للضريبة. مكافأة ارشاد عن جرائم التهرب دي بتعتبر من الإيرادات الخاضعة للضريبة، واتفقنا ان الإيراد اللي انا مش عارفة صنفه هذا الإيراد بتعتبر الضريبة على المهن غير التجارية، هي ضريبة الإيراد العام، بمعنى ان انا بخضع هذا النوع من الإيرادات للضريبة على المهن غير التجارية.
أرباح تدريب، احنا سميناه ده عائد نقل الخبرات. يعني أنا واحد قديم في المهنة بدرب ناس أجدد مني، يا ترى في إيرادات تانية خاضعة للضريبة؟ الحقيقة لو بصيت كده أنا خلاص استنفذت كل عناصر الإيرادات الموجودة عندي، وبما أن أنا خلصت كل عناصر الإيرادات مفروض أن أنا ببدأ أجمع، ولما أجمع مفروض أن هيطلع لي حاجة هسميها بالنسبة لي دي عبارة عن إجمالي الإيرادات. طب بص كده، أدي الإيرادات اللي احنا حطناها، حطيت كل الإيرادات اللي عندي في خانة الجزئي، بروح واخده خط مجمعة ومطلعة رقم واحد في خانة الإجمالي، فده عبارة عن إجمالي الإيرادات السنوية. طب أنا خلصت القصة دي، برجع بعد كده، طب أنا عايز أخصم التكاليف، هبص لكل التكاليف اللي موجودة عندي. فمثلا هو بيقول لي مرتبات المساعدين، هل هي من الحاجات اللازمة لمزاولة النشاط؟ آه. طيب إيجار المكتب اللي عندي 1200 ومفيش تعليق من مصلحة الضرائب، يبقى معنى كده هو ده الإيراد، ده إيجار المكتب بتاعي. قال لي بقى أن أنا عندي مصروفات سيارة أنا بستخدمها في أعمال المكتب وفي الأغراض الخاصة، إحنا اتفقنا لو مصلحة الضرائب حددت لي نسبة الاستخدام الخاص أنا هلتزم بها، ولو ما حددتش أنا هستبعد التلت مقابل الاستخدام الشخصي. المرة دي هي حددت ولا لأ؟ الحقيقة هي حددت النسبة الاستخدام الشخصي ب20%، معنى كده أن ما يخص المكتب هو يعادل 80%، فبقول أن مصروفات السيارة المبلغ اللي أنا بقول أن أنا استخدمته لو ضربته في 80% هيديني ما يخص المكتب. رسوم القيد في النقابة بتعتبر من تكاليف وجبة الخصم، بشتري كتب تخصني في التخصص دي بتعتبر من تكاليف وجبة الخصم، الإهلاك بتاع الأصول اللي في المكتب. برضو بكتب كل عناصر التكاليف مع ملاحظة أن هناك عناصر تكاليف مش هستخدمها إلا لما أوصل لرقم صافي الإيراد. أنا بقى عندي دلوقتي إجمالي إيراد سنوي، دي كل الإيرادات اللي أنا حققتها، خصمت منها كل عناصر التكاليف عشان يديني رقم بسميه صافي الإيراد السنوي. الحقيقة لما بوصل لصافي الإيراد السنوي أنا في الحالة دي مفروض أن أنا بدور على 4 عناصر هشوف إيه اللي موجود منهم عشان أخصم. إيه بقى العناصر الأربعة؟ فقال لي أنا بدور الأول على تبرعات لجهات حكومية وجهات خيرية. لو هفكر حضرتك وحنرجع كده، هو قال لي خلي بالك أن التبرعات اللي عندك 6000 جنيه، منها 500 لجهات حكومية والباقي تبرعات لجهات خيرية. يبقى معنى كده ان الجهات الحكومية كان لها 500 والجهات الخيرية لها الفرق اللي هو 5500. دي اول حاجة انا هروح عشان اعالجها. طب هي ايه بقى اللي انا هروح عشان اعالجه ده؟ خليك معايا كده. انا هعمل ايه؟ انا هبدأ ادور على ان الممول بتاعي ده بيمسك دفاتر منتظمة، فانا عايزة اشوف البنود اللي انا هخصمها. اول حاجة اتفقنا ان في تبرعات لجهات حكومية، هذا الرقم اللي انا اتبرعت بيه هقدر اخصمه بالكامل طالما ان هو ما بيزيدش عن صافي الايراد. صافي الايراد عندي 29110 وانا تبرعت لجهات حكومية ب500 جنيه، معنى كده ان انا بخصم هذا الرقم بالكامل طالما ان هو ما بيزيدش عن صافي الايراد. ثم تبرعات لجهات خيرية مصرية مشهرة، يا المبلغ اللي أنا دفعته يا إما 10% من صافي الإيراد. هو أنا دفعت كام؟ هو أنا دفعت 5500، جبتهم منين؟ أنا دفعت 6000، منهم 500 لجهات حكومية والباقي لجهات خيرية مصرية مشهرة. يبقى أنا دفعت 5500 أو 10% من صافي الإيراد، أيهما أقل؟ صافي الإيراد عندي كام؟ 29110. لو خدت الرقم ده وضربته في 10%، 10% من صافي الإيراد بتمثل 2911، واللي أنا دفعته 5500 باخد الأقل، فالمرة دي أنا هاخد 10% من صافي الإيراد. حقيقة عندي المبلغ اللي أنا دفعته للنقابة مقابل معاش إضافي، هذا الرقم هو عبارة عن مبلغ 200 جنيه،
وأقساط التأمين على الحياة لصالح الممول أو زوجته أو أولاده القصر، الحقيقة هو قال هو بيعمل ده لصالح أولاده القصر. معنى كده أن مصلحة الضرائب موافقة على الرقمين، مبلغ دفعته للنقابة وهي مبالغ سنوية، ولو كانت شهرية بضربها في 12، الكلام ده المبالغ المسددة للنقابة زائد أقساط التأمين على الحياة لصالح الأولاد القصر، ده المبلغ اللي أنا دفعته. القاعدة بتقول يا المبلغ اللي أنت دفعته يا 3000 جنيه أيهما أقل. أنا دفعت 3700، فالمرة دي أنا هاخد الأقل اللي هو 3000 جنيه. طيب أنا عندي خسائر مرحلة، الخسائر دي بتخص 2017، وإحنا اتفقنا أن أول حالة أنا بتعامل مع ممول بيمسك دفاتر منتظمة، وبالتالي أنا هيسمح له بترحيل الخسائر. الخسائر دي بتخص سنة 2017، معنى كده أنا أقدر أرحلها ل 2019. أصبحت المبالغ اللي أنا مفروض أخصمها من صافي الإيراد، الحقيقة ده بما أنه مثال تعليمي يعني، فهو حط العناصر كلها عشان تشوف إزاي بتحسبها، بجمعهم كلهم في رقم واحد، بخصمهم من صافي الإيراد السنوي عشان يديني صافي الإيراد الخاضع للضريبة إن هو 20699. هيفضل لنا حاجة أخيرة، لو الممول ده ما بيمسكش دفاتر منتظمة، قبل ما نبدأ نتكلم هو إيه اللي أنا هعمله؟ أنا بجمع كل الإيرادات الخاضعة للضريبة، ودي بتطلع برقم واحد، ولو حضرتك فاكر ان احنا كنا مطلعين الرقم ده 44000، مش هنحسبه تاني. المرة دي بقى مش هكتب كل بند من بنود التكاليف على حدة، ولكن انا بخصم 10% من الايرادات اللي اعتمدتها مصلحة الضرائب مقابل كل التكاليف، فبقول ان انا عندي 44000 لو ضربتها في 10% 4400، دي بتمثل كل عناصر التكاليف، ما بتكلمش في التفاصيل المرة دي، فما بكتبش كل بند الواحد. لو انا خصمت اجمالي الايرادات اللي اعتمدتها مع مصلحة الضرائب مع التكاليف اللي انا بخصمها اللي هي 10% مقابل جميع التكاليف دي، بوصل لحاجة بسميها صافي الايراد السنوي. لو حضرتك عايز افكرك باللي فات، انا المرة دي بدور على بندين فقط، تبرعات لجهات حكومية انا هخصمها بالكامل، سواء طالما انها لا تجاوز صافي الايراد، لكن صافي الايراد المرة دي بقى 39600. طيب السؤال، انا دفعت 500، طالما ال 500 دي لا تجاوز رقم صافي الايراد سوف تخصم بالكامل. التبرعات لجهات خيرية مصرية مشهرة، المبلغ اللي دفعته اللي هو مش هيختلف اللي هو 5500، لكن اللي هيختلف 10% من صافي الايراد، انا هاخد صافي الايراد بتاعي واضربه في 10% هيديني 3960. ايهما اقل؟ انا عندي 5500 او 3960، فانا هاخد الرقم الاقل. المرة دي انا الحد الاقصى للبنود اللي هخصمها حاجتين، تبرعات لجهات حكومية وتبرعات لجهات خيرية مصرية مشهرة، لو جمعتهم هيطلع عندي الايراد الخاضع للضريبة 35140. لو انا هفكرك بالجزء اللي احنا قلناه قبل كده، هتلاقي ان الممول ده بيخضع في الاخر لصافي ايراد يخضع للضريبة 20699. لو كان الممول ده ما بيمسكش دفاتر منتظمة، فالحقيقة بيدفع او بيكون صافي الايراد بتاعه 35000 بدل من 20000 وشوية. الكلام ده معناه ان هو بيديله او بيسمح له بخصم نسبة اقل من التكاليف عشان يحفز الممولين انهم يمسكوا دفاتر منتظم. المرة دي زي ما حضرتك شايف انا لخصمت مبالغ مدفوعة مقابل معاش او تأمين صحي، وما خصمتش الخسائر المرحلة، لان الاتنين دول بيشترطوا ان الممول لابد ان هو يمسك دفاتر منتظمة. خالص شكر لحضراتكم، ونتقابل على خير في آخر محاضرة في المحاسبة الضريبية، وشكر مرة تانية ليكم، خالص الأمنيات بالتوفيق. سلام عليكم.